الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الإسكندرية. هنا بنمثل الأكاديمية في الملتقى الطلابي الإبداعي الـ18 تحت اسم البحث بتاعنا، يعني دور الفن النوبي في تكوين الهوية المصرية. نتكلم عن الفن النوبي ومفردات الفن النوبي في البيئه النوبيه. بنتكلم عن التراث النوبي، بنتكلم على الصناعات زي صناعه الفخار والسجاد في النوبه والخوص، يعني واخدين كذا مفرد مفردات البيئه النوبيه وبنشتغل عليها في البحث. النهارده فسحونا في معبد دندره، كانت جميله جدا، يعني انا اول مره اروح هنا الحقيقه، وان شاء الله مش هتكون اخر مره. وبعد كده اخدنا في مركب في النيل، كانت رائعه الحقيقه، كان يعني احساس تاني خالص ومود تاني، كان جميله جدا الحقيقه، يعني احنا انبسطنا الحقيقه كلنا.